ما حكم أخذ الأجر على الحج إذا كان نائبا عن شخص آخر؟ وما حكم أن يأخذ أكثر من حاجته؟ هذا حسب النية. إن كان قصده طمع الدنيا فليس له حج. إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها إلى آخر الآية، تعرفون الآية. إذا كان قصده يوم يحج يبي الطمع، هذا ماله حج، لا يكلف نفسه، ماله إلا الطمع اللي هو أخذ. أما إذا كان قصده الحج والعبادة وأخذ المال يستعين به على الحج وينفق على نفسه في الحج فلا بأس بذلك. ولهذا يقولون من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليأخذ. من أخذ ليحج فليأخذ، أما من حج ليأخذ فلا يحج. وإذا أعطاه الموكل شيئا ولم يشترط عليه أنه يرد الزائد فهو له، إذا ما شرط عليه أنه يرد الزائد فهو له. نعم.